يا زلمة انت غبي حمار، انت حمار. معلش انا اسف. شو معلش انا اسف يا زمان؟ تعبت وحياه امي تعبت. والله ما كنت منتبه، حقك علي. ما هو مش منطق كل يوم مش منتبه. صحصح يا زمان. انا مصحصح بس في حدا محرك الطاوله اكيد، ما كانت هيك. لا فيش حدا محركني، انا في البيت هذا من قبل ما انت تنولد، بعرف كيف اوقف لو سمحت. هو اسكتي، يا بتكوني محضر خير يا بتسكتي. يعني بتكبسني في الطاوله وبتحط الحق كمان على الطاوله. يا زلمه انت ما بتغلط، اذا انت ابوي انت فكر حالك ما بتغلط يا زلمه. اتعلم تحكي اسف يا زلمه. اول كلمه حكيتها انه انا اسف. مجتمع انساني قذر في جشع مقرف، انت وراسك المربع تقول صندوق اكل. هي 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 هي، انت ناسي انه انا قائد المركبة هاي كلها؟ طيب شو يعني؟ يعني اذا ما بتحترم حالك بكبسك في الطاولة مرة ثانية. ايش بتهدد يعني؟ بتهدد؟ بهدد. اذا انت فكرني خايف. شو؟ ايش؟ والله غير اشتكي عليك يا والله زلمي. لا تهددني. خلص خلص ماشي خلص.